السلام عليكم. جبت لكم واحد الغديوه يا البنات، واحد الغديوه اللي غيتشهوها وليداتكم وغادي تعجبها غتعجبهم وغتحمقهم. عوض ناكلوهم في الزنقه، نوجدوهم لوليداتنا في الدار وعارفين اشنو فيهم. في خيضه الدجاج بواحد القرمشه، يا سلام، مع سلطه وسر باش تجيك الفريت بحال ديال السناكات. كل شيء عند ام العربي، ما كيخصني غير التشجيعات ديالكم. الدجاج فانا كنت غادي نبداه، ما كنتش غادي نصوره، فقلت اجي بزاف تيعجبهم انواع ديال الدجاج اللي كندير في الفران. فواحد السؤال كان طرحته عليا واحد الاخت، قالت لي زعما كتاكلي الدجاج بزاف، واش ما كنطيبش اللحم في الدار؟ لا بالعكس، انا عزيز عليا اللحم حمر بزاف وكناكلو في الدار بزاف، لكن ولادي عزيز عليهم الدجاج، وحتى الزوج ديالي فيه لاكوت، فواخا كنكون مطيبه اللحم كندير الدجاج وكنطيبوه نديرو في الفران. فهذا ما كان المتتبعين ديالي. مزيان اللي كيبغي يعرف شي حوايج بحال هكا، معليش نحاولوا حنا نشرحوا اشنو كناكلوا في الدار. فاللي كناكل في داري هو اللي كنوجد معكم دائما، يعني الحويجات اللي كنوجدهم في داري هذوك راه كنديرهم غير في داري كناكلهم، يعني راه ماشي كنبيع اولا كان عندي سناك كيف ما قالوا شي وحدين، اولا في داكشي ديال الكاك وداكشي كيسحبوا عندي، يعني كندفع المحلات. يا ريت لو كنت نعرف شي حد هنا في كازا، وبحال دابا هذاك الشيء ديال الكاك اللي ميني كاك وداك الشيء، فكيبقى عندي بزايد في الدار، وكنصدق في سبيل الله ما كيبقى بعض المرات والله الا غير كنرميه. يا ريت لو كنت نعرف شي حد انني بحال هكا ندفع ليه، ولا هكا يعني كن كيولي شنقول لك، حتى حاجه ما تضيع، وحتى انا هما مطور راني كنكون رابحه. فاليوم غادي نديروا هاد الفخيضات الكنتاكي في الفران. المهم الدجاج المقرمش في خيضات المقرمشين في الفران، فغنديروا الفخيضات على حسب عدد الاشخاص اللي تكون في الدار. هنا درت انا كيلو، غادي نحتاجوا معاهم، هو ساهل، فيها شويه البزار، شويه الملحه، شويه الفلفل الاحمر، وواحد جوج معالق كبار ديال الهريسه حاره، لان هاد هما فخيضات مقرمشين حارين. وغادي نحتاجوا واحد جوج فصوص ديال الثوم وجوج كيسان ديال الحليب مع بيضه. هادو هما المكونات. فانا كنت غادي نبدا نخدم مباشره، كيف كتشوفوا داكشي ما محطوطش مقاد، فانا ما كنتش غادي نصور. فغادي ناخذ الفخيضات ديالي، غادي نفقس عليهم هذيك البيضه بحال هكا، غادي نضيف ليهم جوج كيسان حليب، جوج كيسان ديال الحليب، فكيجيو لذاد بزاف حتى هما، غير جربوهم. بحال دوك الفخيضات اللي نزلت مؤخرا، دوك اللي بالزبده في الفران، فالحمد لله جربوهم بزاف وعجبوهم بزاف بزاف، وفعلا كيجيو لذاد. فانا واخا كناكل عزيز عليا اللحم الحمر، يعني ديال البقر ولا ديال الماعز ولا ديال الخروف، فكنميل للدجاج اكثر، وهكا يكون في الفران. يعني الطياب ديال الدجاج من غير المحمر والمقلي وداكشي البلدي، عزيز عليا الدجاج في الفران بزاف. هنا درت هذوك الفصوص ديال الثوم حكيتهم، فدابا غادي نضيف تحميره، بزار، الملحه، وغادي نضيف واحد جوج معالق ولا ثلاثه ديال الصلصه الحاره. المهم اي صلصه عندكم في الدار ممكن ديروها، واللي وليداتو ما كياكلوش الحار فنكتفيو غير بمعلقه. صافي على هذا الشكل. ف غادي نخلط هذه المكونات هكا مع الدجاج. فانا كيف كتشوفوا مني رقدتهم في هذا الخليط، فغادي فكره اللي كندير انا دابا الا كنت غنبيتهم كنديرهم في هذا الكيس ديال الخضار واللحم وداكشي، الاكياس البلاستيكيه ديال المجمد، وكنديرهم فيها بهاد الخلطه كامله، كنخليهم يباتوا ليله كامله. فانا ما درتهمش ليله كامله، مي غادي نخليهم ثلاثه ديال الساعات، غنخليهم ثلاثه ديال السوايع، ومن بعد غادي نتلاقاو باش نكملوا تتم التحضير ديالهم.
كتشوفوا ملي خليتهم 3 ديال السوايع، فدابا خديت هاد لي كونفليكس هادو رقائق الذره هادو، درتهم في واحد هاد البلاستيك و هرمشتهم شويه غير بيديا، اولا ديروهم هنا في البلاستيكه ودوزوا عليهم دلك المدلكه صافي راه غادي يدارو يعني غادي يتهربشوا. فغادي ناخذ الفخيطات ديالنا وغادي نبدا ندوزهم يتلبسوا ليا مزيان بحال هكا، وغادي نستف الطاوله اللي غتدخل الفران. فاللي بغى يقليهم يقليهم، ولكن انا غادي نديرهم غير في الفران. كناخذ دائما ونلبسهم مزيان 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 صافي، والفران راه كيسخن. غادي ندير الفخيضات ديالنا على هاد الشكل، كيجيو غزالين بهاد الصلصه الحاره، هي اللي تتعطيهم النكهه. كنحاول نلبسهم مزيان هانتو كيف كتشوفوا، ونحط في الطاوله اللي غتدخل في الفران هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. نحاول نلبس مزيان صافي، ونلقاها على هذه الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. هنا كيف كتشوفوا مني كملت الكميه ديالي اللي عندي كامله، فهنا كتشوفوا زدت هذوك لي هوت كويس اللي كيكونوا مع الفخيضات ديالنا، خفت لما يكفيوناش جاوني قلال، قلت اللهم ندير بزايد ولا الوليدات يبقى خاصهم. فالمهم انا زدت هاد لي هوت كويس، كنت رقدتهم معاهم. دابا غادي ندخلهم الفران، الفران مسخن على 200 درجه، فغادي ياخذوا لينا واحد الساعه ديال الطياب. وحاجه اخرى، هاد لاصوص اللي بقات، هاد الترقيده ديال الحليب اللي بقات، فما كنلوحهاش، وهما كيطيبوا في الفران، ف كل 20 دقيقة أو 15 دقيقة كنحل وكنسقيهم بهذا الحليب هذا، وكندخلهم ونرجعهم يطيبوا. مع هاد الفخيضات ديال الدجاج في الفران غادي نوريكم الطريقة ديالي في قلي البطاطس، كتجي بحال ديال المطاعم مقرمشة وزوينة بزاف. هنا خديت تاخذوا الكمية ديال البطاطا اللي غتكفيكم على حسب عدد الأشخاص، كتقطعوها عادي ودرتها صبيعات بحال الفريت وخليتها نشفات مزيان، خاصها تنشف أولا ديروها في شي زيف ونشفوها. غادي ندير معاها الدقيق، هنا هاد الكمية ديال 2 كيلو ديال البطاطا، غندير معاها 3 المعالق ديال الدقيق بحال هكا، وغادي ندير الملحة. الملحة اللي غادي تبننها صافي. غادي نخلط هاد المكونات غير بيديا، البطاطا خاصها تلبس بهذا الملحة والدقيق، هانتو كيف كتشوفوا على هاد الشكل. فهذه طريقتي معتمدة باش تجيني الفريت زوينة وتيبغيوها وليداتي صافي. دابا الزيت غنديرها كتسخن، خاص الزيت تكون سخونة، وغادي نقليوها مع بعضياتنا، يعني طريقة القلي العادية. ممكن ديروها في فريتوز أولا في المقيلة، أنا غندير غير المقلة. بالنسبه للفخيضات دازت واحد 15 دقيقه وهو في الفران، دابا غادي نسقيه بهذيك اللي قلت لكم، مره مره نسقيه بهذاك الحليب اللي بقى ليا بحال هكا، يعني راه كيجي ولداد لداد، واحد الطعم غزال واخا ما كاينش مقادير كثيره. هانتو سقيوهم، واللي بقى ليا عاوتاني ندخلهم يطيبوا يبداو ينشفوا، نعاود نولي نسقي حتى نكمل هذه الكميه اللي عندي ديال الحليب كامله، فهي ما تنرميوهاش بحال هكا صافي. انا غادي نكملهم في الطياب، يدخلوا يكملوا الطياب ونتلاقاو في الطبق النهائي بحول الله. هما تيجيو رائعين بزاف بزاف. كتشوفوا الزويته ديالي درتها راه سخنات، فدابا غادي ناخذ البطاطا ديالنا وغادي نبدا نرميها في الزيت باش تقلى لينا عادي، غير هي ديروا الزيت تكون شويه كثيره غزيره كيف كنقولوا، باش الفريت تيجي مزيان وما تيجيناش ما تيشربش الزيت.
ففي جميع انواع المقليات الا كثرنا الزيت راح نكونوا اكيدين هي غتغمر في الزيت فما غتشربش فينا الزيت بزاف. وكي شفتوا مره كما كنديرش انا الفريت بزاف فمره فعوض ندير الكنتاكي في الزيت يعني هذوك الفخيطات فدرتهم في الفران ودرت ليهم الفريت شويه حيدو منا الشهوه. فدابا عادي غادي نخليها تقلى عادي ومن بعد غادي تشوفوا الشكل النهائي ديالها كيف كتولي. هذا هو الطبق ديالنا البنات ديال الدجاج يعني الفخيضات ديال الدجاج في الفران. شوفوا داك اللون ديالهم كيف كيجي وتيجيو مقرمشين بزاف وكيجيو لذاذ. جربوا ومرضوا عليا الخبر. وهذه هي البطاطس هانتو كيف كتجي كتجي بحال ديال السناكات وديال المحلات. نتمنى الوصفه ديال اليوم هانتو طرقكم وتنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. نتو الفريت كتجي مقرمشه وغزاله وكتبقى في اللون ديالها. بالنسبه للاخوات اللي ما تصدق ليهمش الفريت ديال المحلات رافقتها بالسلطه ديال القمح والخضر بالطون راني منزلها في القناه. دابا نحط لكم الرابط ديالها اسفل هذا الفيديو. نتمنى الوصفه ديال اليوم ولا الفخيضات ديال اليوم يروقكم وينالوا الرضا ديالكم وتجربوهم وغادي يعجبوكم اكيد وغادي يحماقوا عليها الوليدات. غير حاجه وحده بالنسبه اللي عندكم الوليدات ما تيبغوش الحار فنقصوا كميه الحار. انا درت 3 المعالق فممكن ديروا غير معلقه صغيره بالنسبه للاطفال. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم وهذه الوجبه ديال الغداء عاوتاني تلقى الاستحسان ديالكم وتشوفوها وتعجبكم وتشجعوني لان فعلا مني كنشوف تشجيع منكم والله كنحاول نقول لا خاصني نعطي شي حاجه اخرى. الى راقتكم الوصفه ما تنساونيش من لايك الفيديو وشاركوا في قناه هوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد ديالي. دمتم في حفظ الله ورعايته والى وصفه قادمه بحول الله.